حبيب اخوك، سواء بتعمل وايلد كارد او عايز تعمل انتقالات، اكيد انت محتاج لعيب او اتنين لعيبه مثلا ديفرنشال في تشكيلتك على المدى الطويل يجيبوا لك شويه نقط ويرفعوك في الترتيب. النهارده احنا جايين لك باللعيبه دي من وجهه نظرنا طبعا. بس قبل اي حاجه، مساكم لذيذ، اهلا بكم معانا في برنامج كره في اللذيذ. لو انت مش مشترك معانا، اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. ازاي اضغط اللايك بسرعه عشان كومنت يشجعنا. انا ابو ادهم وانا سيمبوس، ويلا بينا نبدا. صديقي اللذيذ وكل اللذيذه اللي بيتابعونا، طبعا انتوا عارفين ان ابو ادهم فعل وايلد كارد، فعايز اقول لك اللعيبه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده في منها فعلا في تشكيلتي وفي منها اللي انا بفكر فيه. اللي مش موجود في تشكيلتك طبعا يمكن ماتشه صعب، فاهم؟ تمام. دي لعيبه على المدى الطويل باذن الله. انا عايز اقول لك اللعيبه دي يعني عموما تثق فيها وممكن تجيب لك فعلا في الماتشات الصعبه. ويلا بينا نبتدي يا عم سيمبوس. ماشي، تعال اقول لك بقى اول لعيب وانا هسري الجدل يا جماعه. نبدا بجاكسون. تمام. اقسم بالله ما بطيئه. يا عم بس اسمع مني، والله ارقامه جامده. تعال اقول لك بقى. تمام. بص يا سيدي، مبدئيا قبل ما اتكلم عن ارقامه، جاكسون هو كده كده مضمون في رقم 9. تمام. مبدئيا للاسف هو كده كده مضمون، وعم فريسكا هنسميه فريسكا بيبدا بيه. ده حقيقي. وكل اللي بيعمله بالمر بيصب على جاكسون، كل اللي بيعمله مدويكي بيصب على جاكسون. هو جاكسون واقف للسقطه واللقطه اللي هو هيحط لك اللمسه الاخيره. ده حقيقي. تمام. ارقامه لحد دلوقتي انا عايز اقول لك ان هو بدا 3 ماتشات جايب جونين وعمل اسيست. تمام. ممتاز فعلا. هو يعني ما بلانكش، فاهم؟ مش عارف الناس بتهاجمه ليه. لا انا شايف ان هو يتجاب في رن تشيلسي الحلوه دي جدا، خصوصا ان عندهم بورنموث اوي وعندهم ويست هام اوي وعندهم برايتون هوم وعندهم فورست هوم. فبصراحه هي ماتشات مغريه، وانت لو عايز حد مضمون من تشيلسي يبقى روح مع جاكسون يا معلم بقى، لا بالمر ولا بتاع، ويبقى ايه عندك حد ضامن ان هو هيلعب هيبدا الماتش على الاقل. تمام. فاهم قصدي؟ وعايز اقول لك برده ان هو السيزون اللي فات، تعال اقول لك عمل السيزون اللي فات، هو بدا السيزون اللي فات 31 ماتش حط 14 جول وعمل 6 اسيستات وكان الاكس جي بتاعه حلو جدا، فاهم؟ فانا يعني مقارنه بالسيزون اللي فات الناس كانت بتهاجمه وكانت بتقطم فيه، ومع ذلك كان برده بيعمل حاجه، فاهم؟ هو ممكن يبلانك ماتش يعمل لك ماتشين، فانا شايف ان هو اختيار كويس جدا، وممكن كمان تجيبه في الوايلد كارد بتاعك. انا عايز اقول لك انا شفت ناس فعلا حطوا وجهه نظرهم ايه، يقول لك هو حتى لو ما بيحطش اجوان بس كم الفرص اللي بتخلق له فظيعه جدا. ده يعني مثلا ممكن يجي لك 5 فرص تحط جون. هو الفكره ان انت في فانتازي عايز الجون اللي يخش الاسيست، عايز اللي يحط الجون. اه وبيتخلق له فرص، فغالبا ممكن وممكن تظبط معاه. والواد بيموت نفسه بصراحه عشان يثبت نفسه. هو بيموت نفسه وبيموتنا معاه يعني، فاهم؟ انا عن نفسي قلبي الصغير لا يتحمل يعني، فاهم؟ بس هو فعلا اختيار منطقي جدا. ضمنت يا جماعه على الاقل في 4 ماتشات دول هيبلانك في ماتش منهم. هو كفر فعلا هايل لبالمر وسعره في الحنين عن. طب من هو سعره 7.6 وملكيته 6% بس، يعني تمام بالك لو ده عمل لك على الجولات الجايه هيطلعك طبعا في الترتيب لو انت واقع. تمام. وسعره على فكره مغري قوي يعني، سعره برده مش غالي، وكمان هو الاختيار في الرقم 9 زي ما قلت، فانت كده كده في جيبك بقى، هو كده كده هيبدا، فاهم؟ بس لحد بقى ما يجد جديد يبقى يا عم شيله من التشكيل. بس هل ممكن فريسكا يعملها ويقوم لعب مثلا الولا جو فيليكس؟ ليه اصلا هيلعبوا ليه؟ بالظبط. بقول لك جاكسون لما لعب سجل وكان كويس. مسجل هدفين فعلا وصنع هدف، فاعتقد ان هو ممكن يكون اختيار ممتاز. بس انا بصراحه بتعب منه. انا بقول تجيبه في الوايلد كارد. لا يا عم، انا افضل طول الماتش اتفرج على جاكسون. لو انت مش هتجيب بالمر غطي بجاكسون. هو هي فكره، والله هي فكره فعلا، بس انا بصراحه ربنا يعني انت عارف ان انا سن كبير يا عم سيمبوس ومش هستحمل. تمام. انا اعصابي على قد. لا خلاص ابعد عنه بقى. لكن انت لو انت لسه في الصغير والحنين كده وعندك طاقه، روح مع جاكسون هو هيجيب لك فعلا. بس يعني ايه، انا بصراحه بحب جاكسون يا جماعه، كنت بجيبه السيزون اللي فات كتير قوي. كان بيكرمني على فكره. انا عايز اقول لك سيمبوس من المحظوظ اللي جاب جاكسون لما عمل مرتين يعني. جابه لما اجيبه يكفيني عشان بثق فيه. جابه في اول السيزون واخر السيزون، لما عمل في اول واخر السيزون. ده حقيقي يا ابن الايه، محظوظ عشان خميس. لازم تحط ثقتك في اللعيب اللي يعني بيبذل مجهود عشان يثبت نفسه. انا اشجع الناس دي ولازم اجيبها. طب انا اخش لك بقى بلاعب يعني هتستغرب من اسمه ان هو ديفرنشال وتحس ان هو مع ناس كتير، بس لو انت دخلت وبصيت هتلاقي ملكيته 6.4. تخيل ده مين؟ روبرتسون مدافع ليفربول. وبرغم ان الناس كانت بادئه السيزون ده وعارفه ان ليفربول الرام بتاعها جامد جدا وهايل وبتاع، الا انه كله راح مع ارنولد
عشان تخيلوا ان ارنولد ده هيبقى فرق السما من العمى عن روبرتسون. ونسوا حاجات كتير، نسوا ان روبرتسون برضو من نوع الهجومي زي ارنولد وبيخش المنطقه، وعايز اقول لك ان ارقامه الى الان احسن من ارنولد ماشي. فهو هيوفر لك المليون اللذيذه دي اللي انت محتاجها، وتعلي بيها في خط النص بدل واحد بخمسة ونص يبقى 6 ونص، 6 ونص 7 ونص، هتفرق معاك. اي توفيره بتفرق دلوقتي. عايز اقول لك ان الاي اي الذكاء الاصطناعي، الاي اي طبعا عشان بحب اتكلم انجلش وبتاع، متوقع ليه نقط اكتر من ترينت. يعني لك ان تخيل الاي اي مرشحه اكتر، وعايز اقول لك ان السيزون اللي فات ارقامه كانت احسن من ترينت تمام. طيب في سؤال لولبي يا عم سيمبوس المفروض انت تساله لي. ماشي هسألهولك، هل تجيب ترينت ولا ارنولد يا ابن الايه؟ انت بص لي هنا، تجيب الاثنين. انا رايي تجيب الاثنين لو تعرف، بس السعر غالي قوي، ولو لبست جون وما عملوش حاجه هتزعل. انا عن نفسي عملت درافت وورد كارد في الخباثه. أيوة. تمام. وجايب فيها الاثنين صراحه، بس انا شايف من وجهه نظري ان انا ممكن اعمل مثلا ارنولد واجيب كوناتي، يعني اللي هو اي ضمنت كلين شيت وحد هجومي. وعلى الله يا سلام بقى لو جبت ارنولد وروبرتسون، ده جون ده جون وده اسيست وكلين شيت ومعاهم صلاح بقى، ياه ما هي دي جامده بصراحه. بس الخوف بقى لا ما تحصلش، بس يعني دفاع ليفربول حاليا يخليك ممكن تاخد الخطوه دي. بص ان هو اكتر جامد وهيتحسن كمان معاه، اكتر دفاع منطقي تضبل منه احسن دفاع الى الان هو دفاع ليفربول، والاثنين فعلا بيهاجموا. عايز اقول لك حتى كوناتي وفان دايك بيهاجموا بالهيد وبيعملوا كور طويله، فعموما دفاع ليفربول مغري جدا جدا وعران مش عايز اقول لك. والفرقه هجوميه يعني بيجيب اجوان وجوان كتير، فوارد ان هم يشاركوا في الحوار ده. هو حاليا بس كمان هم بيطلعوا بدري، ودي انا شايفها ميزه جامده جدا انك تطلع بالكلين شيت وتهرب. فشايف ان ايه تلبس جون في الدقيقه 90 مثلا وتقعد تعيط بقى. طيب اقول لك حاجه على روبرتسون يا عم الحاج، ان هو لحد دلوقتي بدا 3 ماتشات ما جابش ولا جون، ما جابش ولا اسيست، بس عادي على فكره هو لانه جاب 3 كلين شيت، 3 كلين شيت في وكان حلو في الماتش. عايز اقول لك النقط المتوقعه على كل 90 دقيقه كانت ربع، ودي على فكره حلوه بالنسبه للمدافع، يعني معنى كان هو هاجم شويه وعمل شغل عالي. طب السنه اللي فاتت بدا 18 ماتش جاب 3 اجوان، يمكن تبقى انت معظوظ بقى والاجوان اللي هيجيبها اول ما انت تجيبه، وعمل اسيستين وجاب 3 كلين شيت، وكان الاكسبكتد بويد لكل 90 دقيقه 39%، يعني كمان هيتحسن وهيبقى احسن. واعتقد ان ارنولد دي بالنسبه للمدافع حلوه جدا جدا جدا، يعني شايف ان ارنولد سلوت كمان مستغل الجناحات حلو، وهيديك كمان ميزه الكلين شيت، ودي كانت غايبه شويه عن ليفربول في الماتشات حتى السهله، كان بيتعمل لهم هجمات عبيطه ويلبسوا الجون. شايف ان طريقتهم في الاستحواذ هتدي امكانيه لكلين شيت. ولاعيب الفانتازي القديم عارف ارنولد وروبرتسون دول كانوا موجودين في كل تشكيلاتنا زمان، يعني اكتر مدافعين بيجيبوا نقط. بس خلينا نتفق على حاجه، ان انا لحد دلوقتي كسحتك في الديفرنشال بتاعي. تمام، خش لنا بقى بالديفرنشال. خش لك بقى على الديفرنشال بتاعي اللي انت هتقول ده ازاي ديفرنشال ازاي برضه. انت قلود قوي. احسن لاعب في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت ازاي ديفرنشال؟ فودن. تمام، اللي هو يا جماعه يعني بنسبه 60-70% ويمكن نسبه اكتر من كده هيرجع بعد التوقف. تمام، هو كان تعبان خلاص، واعتقد ان فتره الراحه دي هيرجع ان شاء الله. وعايز اقول لك ان ده يعني اهم لاعب في السيتي بعد هالاند. انا عايز اقول لك كان حاطط على هالاند السيزون اللي فات، كان نجم الفريق. ده حقيقي. تمام، فهو لما يرجع مع اصابه بوب وان الفارز مشي، فطبعا ده ايوه هتكون كتير جدا. انا عايز اقول لك ان هو الارجح في وجهه نظري ان ممكن يوظفه السنه دي كمهاجم وهمي لو ما لعبش جندوجان، يعني شايف ان هو عنده الشكل اللي يديك هو قصير، بس اللي هو شارب على الجون، هو لو احتاجه مهاجم وهمي يعرف يخلص. لا فودن ده لعيب بريميوم فعلا. بالظبط، لمسته للكوره يا جماعه مختلفه، تحس انت بتتفرج على حد مميز. وعايز اقول لك حاجه كمان، هو اقرب للجون من دي بروين. ده حقيقه، ده حقيقه. طبعا وبيلعب في مراكز كتير جدا في الملعب، يعني بيلعب جناح يمين جناح شمال، مهاجم وهمي رقم 10 بيلعب. تمام، وما بيلعب ما بيجسر والله، ما يا ريت يخرب الدنيا. تصدق بالله يا ريته كان متاح في الايام اللي فاتت، كنا حتى كفرنا بيه، خدنا اي حاجه من هالاند اللي ما كانش معانا عم سيلفس. بس هو الفكره بقى، الحلاوه في ايه بقى يا جماعه؟ ان عم جوارديولا لما بيطلع في المؤتمر بيجيب من الاخر. لو فودن جاهز هيقول لك هو جاهز، لو مش جاهز هيقول لك مش جاهز. فهو لو قال ان فودن جاهز طبعا ده يتجاب. طبعا على فكره وش انا افكر فيه في الوقت ده، افكر فيه خصوصا ان 9-4 ممكن ايه ممكن تعرف يعني تلزقه في التشكيله بتاعتك كده. تمام إيه، عايز اقول لك بقى ان ارقام السيزون اللي فات، طبعا مفيش ارقام السيزون ده عشان لسه ما لعبش، بس ارقام السيزون اللي فات بدا 33 ماتش جاب 19 جول. طبعا جمدات. وعمل 8 اسيستات، الاكس جي كان 10 و2 10 و2. تمام،
فعايز اقول لك يعني فودن يا جماعه لا نقاش، ومحدش ينسى السيزون اللي فات. الواد ده لما يبقى جاهز وهيبقى يخف كده ويبقى فايق وجميل هيبدع وهينغنغك في احلى نقط. انا اوحت معاه السنه اللي فاتت للامانه وما جبتوش، وزعلني جامد جدا، برغم ان انا نهيت السيزون اللي فات حلو، بس كان من الناس اللي بتاثر على الترتيب بتاعي بطريقه مرعبه. كان بيجيب ساعات هاتريك يعني، كان فعلا بيأذيني جدا في الترتيب. فانا ما بقولكش روح هاته، استنى عم جوارديولا طلع قال سليم تجيبه يا معلم وتاخد خروقه كده قبل ايه ما يبقى مع الناس كلها. بس صدق عم سيمبو ذات ديفرنشال قوي فعلا جمدان، بس يعني يمكن ما يلعبش فمش هعتبره ديفرنشال. بصراحه لسه هنشوف. اخش لك انا بقى على الحراق اللي انا بفكر والله اجيبه، بحبه جدا اللاعب ده، ملكيته 5.9، وعايز اقول لك ان هو لعيب انا بشوفه شارب على الجون. مشكلته ان هو ما بينفجرش. عم بوين الحراق، جالب بوين، تمام. عايز اقول لك ميزه الواد ده، اولا ان هو بيعرف يلعب رقم 9 وبيعرف يلعب جناح يمين، وساعات بيلعب رقم 10، يعني هو بيعرف يتميز في المناطق الخطيره جدا في الملعب، بيعرف يجيب بالهيد، تمام. فعايز اقول لك ان اللاعب ده بيعرف يخلص، يعني عارف ان اللعيب اللي هو ايه فينشر، ده اللي انا بحبه فيه. يعني ممكن يطلع بهجمه يروح يخلص. انا بستغرب ان لاعب زي بوين ده ما راحش نادي افضل من وستهام. ده في وجهه نظري بشوف ان هو لعيب انا بشوف متكامل بصراحه، دريبلينج، سرعه، فينش، كل حاجه. مشكلته معايا فعلا ان هو ما بينفجرش، وكان اول مره يجيب هاتريك اعتقد كان السنه اللي فاتت، وكان في ناس قليله اللي كانت واثقه فيه وفعلا كافئهم بالهاتريك ده. فهل السيزون ده مع لوبوتيجي هيكون سيزون انفجار بوين، وخصوصا ان هو بقى الكابتن؟ اعتقد ان بوين هيبقى السنه دي حاجه جامده، ده لان الفرقه من حواليه بتتطور. تخيل هو يلعب على اليمين وراه وان بيساكا اللي مثلا بيقطع الكور، فالكره بتترد بسرعه، فبيقوم مهاجم رايح بهجمه مرتده. واحد زي فول جروج يعني هيفنش على بالظبط. الكواليتي اللعيبه اللي حواليه عماله تتطور، سامر فيل، قدوس، فشايف ان هو الرام بتاعه كمان شايفها انها مش صعبه نهائي. وعايز اقول لك ان هو ميزته ان هو بيلعب وقت كبير جدا في الملعب، دي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها فيه. عايز اجيب لك بس الرام بتاعه يا عم سيمبوس، وستهام الماتش الجاي، وفكر معايا كده، هل بوين في ماتش زي ماتش فولهام حتى لو قوي ما يعرفش يجيب جون؟ لا يعرف يجيب جون. طب تشيلسي هوم ما يعرفش، تشيلسي دفاعها الشلحات. طيب بعد كده برينتفورد اوي، ابسويتش هوم، توتنهام اوي، مانشستر هوم، نوتنجهام فورست اوي، ايفرتون هوم، نيوكاسل اوي. تخيل الران كله هجوميا مش صعب. فانت جايبه بقى هتنسى معاك في التشكيل. انا والله بفكر فيه فعلا حرفيا، هو ديفرنشال. انا متخيل اجيب لعيب بالقيمه دي ب5.9، يمكن تبقى حاجه حلوه ويمكن تضرب في وشي، بس عموما انا شايف ان مش ممكن في الران ده بوين ما يجيبش حاجه. لا بوين اكيد هيجيب حاجه، وخصوصا الفرقه بتتطور، فده انا واثق فيه. طب السنه دي وعمل ايه؟ بدا يعني هو السنه دي برده هو عمل 3 ماتشات، جاب جون، عمل اسيست، وعلى فكره الجون اللي عمله حلو جدا، تمام. الاكسبكتد جول بتاعه 2/10، اكسبكتد اسيست نص، وعايز اقول لك لكل جيم 29%، تمام. السيزون اللي فات جاب 16 جون و6 اسيستات، وعايز اقول لك ان دي حاجه جامده جدا في 34 ماتش. فهو بيبتدي احسن حاجه في الفانتازي انك تكون واثق ان اللعيب بتاعك بيلعب في ارض الملعب، اللي هو حتى يعني مش هيقعد الا باصابه، يعني دي بس دي حاجه، دي ميزه جامده جدا، ولا روتيشن بقى ولا وجع قلب ولا كلام من ده. متاكد انه هيبدا، والرام بتاعه بصراحه انا شايفها هايله جدا. فخش يا عم سيمبوس، شايف برده ان انا اكتساح. تمام، خش لك على اللي بعده، سيمينيو يا جماعه، الرجل الثاني بعد رحيل سولانكي. ده بقى دلوقتي الرجل الاول والله. لا فعلا جامد، جمدان. ما هو بقى الرجل الاول بعد رحيل سولانكي. عايز اقول لك ان الملكيه بتاعته 5%، مش منطقيه والله، 5%. بس عشان الماتشات بتاعته، هو عشان الماتشات وعشان سيمينيو برضه، يعني اللي اداله الثقه مش كل الناس. طب ما الناس واثقه في مينتا قوي، واثقه مش عارف في مين، وسميث رو. يعني خد بالك سيمينيو برضه مش اللي هو الحد الشائع او مش اللي كل الناس تعرفه. اه ده حقيقه، ده حقيقه، هم مفكرينه لعيب كسر، احنا عشان متابعينه من السنه اللي فاتت. ده حقيقي. عايز اقول لك ان سعره 5.5 مليون، وهو افضل اختيار ب5.5، مفيش اختيار احسن منه لحد دلوقتي ب5.5. ده حقيقه. ريتيرن كل ماتش، اخطر لاعب في الفرقه بعد سولانكي ما مشي. طبعا انا اعتقد ان هو بقى نجم الفريق، تمام؟ تمام. بس الفكره ان هو هيبقى حلو اكتر لو خد ضربات الجزاء، فهل هو ممكن ياخد ضربات الجزاء ولا انت شايف؟ لا إن هي انا سمعت شويه من جماهير بورنموث في كومنتات كده بيقولوا ان غالبا هتروح لايفانيلسون.
يبقى نيلسون. وهي اصلا حاليا مع كولايفرت يعني، فدي مشكله هو شويه. هو عشان لسه ما جالهمش ضرب الجزاء يا جماعه، فاحنا مش عارفين عموما. بس في البري سيزون كولايفرت هو اللي شاطها. ايوه بس عايز اقول لك عموما ضربات الجزاء شحه، فما تقعدش تفكر في ضربات الجزاء دلوقتي، شكلها كده ضربه الجزاء هتيجي ايه بالعافيه. لا تمام، ما عادش فيه بقى اللي هو اي حاجه تتحسب. اي لمسه بالظبط، هيبقى يعدوا كتير. عايز اقول لك بقى ان لعيب زي ده في فئه الخمسة ونص ارقامه والاكس جي بتاعه مرعب مرعب، ارقامه جامده جدا يا جماعه. الواد خطير في الملعب، ممكن تلاقيه في ماتش طالع بجونين، لا اما جابش هاتريك. تمام، عايز اقول لك ان هو بدا ثلاث ماتشات حط جونين وعمل اسيست بخمسة ونص. فاهم ده في لعيبه برونو ماشي يا عم بعته ما عملش اي حاجه فاهم. فانت ما تستقلش باللعيب حتى لو رخيص، بص على ارقامه. عايز اقول لك ان الاكس جي بتاعه 1.2 تمام، ده يعني حكما بالثلاث ماتشات اللي عدوا تمام، فهو ده رقم كويس جدا. الاسيست بتاعه الاكس بتاع الاسيست 1.3 فجمدان جدا. عايز اقول لك ان السيزون اللي فات برده ما كانش وحش برغم وجود سولانكي تمام، بدا 25 ماتش حط 8 تجوان وعمل اسيستين. ده بالنسبه ان هو كان لسه مش فورمه حلو جدا. فما بالك السيزون اللي فات كله حط 8 تجوان، ده في اول 3 جولات حط جونين، فده باين غياب سولانكي وباين ان هو بقى اقرب للجون. انا عايز اضيف لك معلومه عن سيمينيو، ان سيمينيو اكتر لاعب شاط الى الان في الفانتازي. ده كان في الاول في 3 جولات. ارقامه مرعبه، ارقامه مرعبه. اكتر لاعب شاط، تخيل ان هو فكره ان لعيب كنت بقول له والله اول ما اكتشفناه كنت بقول لسيمبوس عليه السيزون اللي فات، بقول له في ولا كده في بورنموس اسمه سيمينيو. لما كنا بنتفرج بقى على دوري اسمه ايه ده، كاس امم افريقيا. أيوة. فبقول له الواد ده ميزته بيقطم ويشوط عامل زي صلاح وفودن، اللي هو واد جريء كده وبتاع. اول ما اكتشفناه فاكر ميزته الواد ده بيروح يشوط. انا بحب اللعيب اللي بيقعد يشوط واناني، ده بقى بيكيفني جدا في الفانتازي. تمام، فبس هو بصراحه انا شايف 5.5 قليل عليه بالارقام دي. طب يا ترى ميسيمبوس باللي انت قلته ده هتحط عليا؟ انا شايف بصراحه ممكن يعني، لان احنا مستعدين نحط على بعض، احنا عايزين نفيد الناس. لا لا نفيد اللذيذة. ماشي، خش لك على اللي جاي بقى. انا يعني عايز اقول لك ان احنا بننطقوا حاجه والاجانب بينطقوا حاجه. تمام، هو ملكيته الاول 7.7 عشان اشوقك شويه. تمام، وب 6.1 مليون ومهاجم ويسا، اول اجانب بيقولوا ايه فيسا. تمام، بنسميه ويزا وخلاص. ويزا والله انا كنت بقول ويزا فعلا. تمام، عايز اقول لك اولا برينتفورد بعد رحيل توني تحس انها عارف لما اتحرروا والله بجد. اللعبه بتلعب براحتها بالظبط. يعني تحس ان هم كانوا يعني توني ده خانقهم في حاجه او هو واخد السبوت كله. تمام، موبيومو عموما وويسا بقوا كابلز جامد، بس ويسا بيمتاز بحاجه ان هو المهاجم وبعيد خالص هو في الهجوم. عايز اقول لك ان هو احسن قيمه مقابل سعر في المهاجمين الى الان. تمام، ارقامه احسن من بيوم. تمام، طبعا انت هتتفاجئ. ماشي، الماتشات اللي جايه من وجهه نظري اجيبها لك اهي، حلوه جدا، ولكن في ماتشين الاول يعني صعبين شويتين. انا شايف منهم والله هو الماتش الاولاني اللي صعب، مانشستر سيتي قوي ده وش كده. ما حصلش السيناريو اللي هو السيتي فجاه بتسرح كده اللي هو بص على الصوره ويروح مثلا ويقوم يجري ويدي لويسا، مش هيجيبوا حاجه. تمام، ولكن بعد كده توتنهام قوي ده انا شايف انه ماتش عادي جدا. عادي كده كده، عارفين توتنهام بتهاجم وبتلبس اجوان. بالظبط، توتنهام ده انا بترجتها والله، يعني بيلعب قدامها ده انا باثق فيه. يعني انا هجيب ساكا في الوايلد كارد عشان اعرف ان ساكا عادي يحط في توتنهام. ساكا في كذا سبب، ان هو تاريخه اصلا قدام توتنهام وهو كل ملعب بيسجل. لا وحتى لو والله توتنهام دي يا جماعه دفاع ما فيش خالص، بعد كده الرام بقى حلويات وستهام هوم في وولفرهامبتون هوم. الفكره اللعيبه دي يا جماعه معاك على المدى الطويل. بالظبط. وعايز اقول لك انت تعمل وورد كارد تقدر تجيب حد منهم تقعده دكه في الماتش الجاي بعد كده السيتي وبعدين لعبه عادي. تمام، عايز اقول لك بقى هل اجيبه هو لو انت بتقارن بينه ولا جواو بيدرو؟ لو انت بتقارن بين الاثنين دول في رايي الشخصي لا، انا اجيب ويسا. ليه؟ لان جواو بيدرو في احتماليه ان هو ما يلعبش الماتش الجاي لان هو مع البرازيل، فهو من الناس اللي انت ممكن تفكر فيها لو ما فكرتش في ويلبيك. تمام، اقول لك ان السنه دي هو بدا ثلاث ماتشات هتتخض على فكره، جاب جونين عمل اسيست. عايز اقول لك ده حلو جدا، لان في ناس زي ما سيمبوس قال زي برونو مثلا ما عملش الهوا. تمام، الاكسبكتد جول بتاعه 2 رقم مخيف، الاسيست 3.10 مش قوي يعني، هو ما بيصنعش، هو مهاجم من الاخر. النقط لكل ماتش 87 من 100، جامده جدا على فكره. السيزون اللي فات ما كانش برده هفا برغم ان هو كان بيبقى تبديل في اغلبيه الوقت، يعني عشان تبقى عارف ساعات كان ما بينزلش طول الماتش.
بدأ 29 ماتش 12 جون 4 اسيستات كفايه ولا بس كده فيهم هاتريك بالظبط. والواد بقى بيجيب باك ورد على مش عارف ايه. فانا اعتقد ان هو اختيار ممتاز للي عايز حد من برينتفورد، شايف ان هو مهاجم جامد جدا. تعالى بقى لو عايز حد برده من برينتفورد، سايب لك بقى الحلويات في الاخر بقى. مبومو يا جماعه، مبومو ده اللي هو لعيب انا عايز اقول لك هيبقى في تشكيله كل الناس بعد كده بالظبط. يعني مش هيبقى ديفرنشال، مش هتبقى ملكيته 7 و9 دلوقتي يعني استغربها صراحه، بس منطقي عشان عنده السيتي يمكن الناس مش مدخلاه في تشكيلتها دلوقتي وانا اعذرهم. انا عايز اقول لك ان هو اهم وافضل لاعب في الفريق تمام، عشان حاجه، عشان بيلعب 90 دقيقه، واللي بيميزه عن ويسا ان هو معاه ضربات الجزاء، معاش في توني مش خلاص. بس كده مش ضربات الجزاء بس، ده معاه كمان الضربات الثابته، الضربات الثابته والركنيات، ده يعني ممكن يجيب اسيست من الهواء، هيجيب لك اسيستات، هيجيب لك اجوال. بعد ماتش السيتي وتوتنهام انا مش شايف، انا شايف ان هو هيسجل في كل ماتش يا جماعه بالظبط. اي حاجه هتحصل في برينتفورد هيبقى مشارك فيه بالظبط. فانا شايفه لعيب مهم جدا وماتشات حلوه جدا بعد توتنهام بصراحه، ده ومنهم توتنهام كمان. تعال اقول لك الماتشات، ويست هام وولفرهامبتون، مانشستر يونايتد، ابسويتش، فولهام، بورنموث، ايفرتون، ليستر. جمدان يا جماعه، مفيش ماتش مش سهل تمام، وعذرا لليونايتد اللي في النص دي. لا عادي ده ماتش بس يعني خلاص بقى دفاعها في الشلاحات. عايز اقول لك ان هو بدا 3 ماتشات السيزون ده حط 3 جوان، ما عملش ولا اسيست. الراجل شارب على الجون يا جماعه، بيروح ما بيهزرش، ما بيحتاجش مساعده من حد. الاكس جي بتاعه 9 من 10 تمام، الاكس اسيست بتاعه اللي هو 9 برضو من 10، فهو حلو يعني بيصنع في الشغال. عايز اقول لك السيزون اللي فات بدا 22 ماتش حط 9 تجوان، عمل 7 اسيستات تمام، فهو مش لعيب الا من الاخر. وكمان الميزه اللي انا حاببها فيه ضربات الجزاء يا جماعه، مع انه الماتش اللي فات جاب جولين من غير ضربات جزاء، بس ده هيضيف له كمان ويزود نقطه كمان. لا وعايز اقول لك حاجه والله، ما تستقلش ابدا باللعيب اللي ماسك الركنيات. يعني تخيل لو جه جون من الركنيه ده اسيست في الفانتازي من الاخر اسيست، يعني تخيل لو جابوا ركنيتين بقى اسيستين. ده بالاضافه ان فكره ان هو بيعمل العرضيات بتاع الركنيات دي بيخش في البونص، كل ما يعمل عرضيه ببونص، فاهم قصدي؟ ومعاه ضربه جزاء كويس جدا، 7-1 دي جامده جدا. انا والله لولا ماتش السيتي لو فاضل بينه وبين ايزي انا اختاره. انا اقول لك بقى، اراهن المشاهدين دلوقتي ان هو هيخطف قدام السيتي. ده ولو ما خطفش يا سيدي هيتحسب ضربه جزاء وهيشوطها بالظبط. ده وارد جدا، ده وارد جدا واختيار ممتاز. طبعا مش كل دول اللعيبه الديفرنشال، في كتير، ولكن دول من وجهه نظرنا اللي يكملوا معاك. في كمان بعض لعيبه في دماغي، بس انا يعني قررنا ان احنا نظرا عشان ما نطولش في الحلقه ان دول اقوى حاجه من وجهه نظرنا ان احنا نقدمها لكم. لو انت متفق معانا قول لنا، ولو في حد في دماغك كان المفروض نتكلم عليه قول لنا برده. وقبل ما نختم الحلقه ما تنساش تشترك معانا في القناه وتعمل لك فعل زر الجرس ليه عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي استفسار اكتب لنا في الكومنتات واحنا هنجاوبك. وايه سلام. ادي له حاجه يا اخي، حرام عليك حرام عليك. وهي ايه؟ ضربه جزاء.